نكمل. تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم اختار رسمي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بتأهل منتخب مصر لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة المقرر لها 2024، وتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة أفريقيا لكرة الصالات 2024 رفقة منتخب المغرب وأنجولا، ويتأهل منتخب مصر لكرة الصالات وفقا لتصنيف أحسن ثلاث منتخبات في آخر بطولة كأس أمم أفريقيا، وتخوض باقي المنتخبات مرحلة تصفيات كده. طبعا باقي المنتخبات دي اللي هي الجزائر وليبيا وموريتانيا والكاميرون وكوتيفوار وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وغانا وموزمبيق، وهتبقى الاعلام بقى عن هدي مفاجاه بالنسبه لي البلد المنظمه اللي هتستضيف فعاليات البطوله. ازاي البطوله في 2024 ولسه لحد النهارده مفيش بلد؟ انا دي مستغربها جدا، يعني احنا فاضل لنا اسبوعين على 24 ولسه ما نعرفش البلد اللي هتنظم دي. بالنسبه لي طبعا دي من كوارث الكاف يعني.